السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ قبل علينا. اهلا وسهلا بك. مرحبا بك بزاف. شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافه. شكرا على الزياره. شكرا بارك الله فيك. تفضل. استاذ عبد الحق، دار المريني اللي احنا فيها دابا تقريبا 1920 باش استاذ 95 سنه. نعم، بزاف الذكريات، بزاف ديال القصص. فعلا بزاف فيها ذكريات كثيره جدا في هذا البيت، لان فيه ولدت وفيه كبرت وترعرعت. يعني نعم. هنا كبرتي هنا. نعم. هنا كانت ناشئه مع الاخوه ومع الاب والجد. تماما، وبالخصوص في هذا المكان اللي احنا واقفين فيه. هنا وقعت الخسانه دي. هذه القصص كلها غتعاود لي ان شاء الله هذه التفصيل. ندخلوا نكتشفوا المنزل. تفضل. كبير، فقبل ما نبدا معك هذا الحوار الشيق، واللي انا متاكده غادي يكون يعني اضافه ليا شخصيا انا في مسيرتي المهنيه، فاستاذ عبد الحق تقلدت مجموعه من المناصب المهمه، يعني مفكر مثقف، عندكم انجازات على المستوى الفكري، ايضا مهام مهمه، حاليا كتشغلوا منصب ديال مؤرخ المملكه وايضا الناطق الرسمي باسم القصر، محافظ ديال ضريح محمد الخامس، ف يعني المهام طويله والقائمه طويله، ولكن البرنامج ديالنا الهدف ديالو الاهم هو داك الوجه الاخر للنجوم، يعني الحياه الاخرى اللي ما كنعرفوهاش على الاستاذ عبد الحق المريني. استقبلتينا بالضبط في المنزل اللي كله ذكريات. انا ربما هاد الجدران لو انها تهضر تعودنا على قصص، حكايات، تاريخ، فاستاذ عبد الحق بغيتك تعاود لي على فتره الطفوله ديالك، كيفاش نشا الاستاذ عبد الحق المريني، كيفاش كانت البدايه، كيفاش كانت التربيه. أنا بالحقيقة ما تنبغيش نتكلم بزاف على نفسي، ولكن بما أنك ألقيتي السؤال غادي نجاوبك باختصار، وأنت ذاك الساعة يمكن لك تلقي علي بعض الأسئلة إذا كانت هناك نقاط غامضة. أولا في هذه الدار ولدت، والبيت الذي أمامك هو الذي ازددت فيه في 31 ماي 1934. هذه السنة التي وقعت فيها أحداث كثيرة أحداث كثيرة، وفي هذه الدار إذن ترعرعت وكبرت، وبعد ولادتي بأسبوع تكون السبع، تسميه السبع أو السبوع، كان سبوع خارق للعادة كما حكى لي والدي، على أنه استدعى جميع الشخصيات الرسمية لمدينة الرباط، وكان الجوقل واستدعى الجوق الاندلسي في هذه المناسبه، لانكم ربما كنتوا الولد الاول، الولد الاول، الذكر الاول بالنسبه للوالد. طبعا كنت طفلا مدلل بحسب الصور التي حدايا مجموعه من الصور، الصور التي سنشاهد، حيث كنت اشتغلي والدي دراجه بثلاث عجلات في ذاك الوقت. في ذاك الوقت يعني من بعد ثلاث أو أربع سنين من ولادتي، يعني حوالي 37 أو 38، فكانت قليلة يعني ما كانتش موجودة في عند الأسر. وكذلك بعد ذلك اشتري سيارة، سيارة صغيرة تتمشي بحال الدراجة، تتمشي بالبيدال. يعني كان ذاك الوقت سيارة، كانت سيارة بالبيدال تتبرك على البيدال وهي تدور تدور العجلات في هذا المكان الذي نحن جالسون فيه. يعني في هذه الساحة، في هذه الساحة الدار كنت أركب على الدراجة، وحينا أركب مرة أخرى على السيارة، بحيث كنت الطفل المدلل. الإخوان ديالك شحال كان عندك ديال الإخوان والأخوات؟ الأخوات أولا البنت البكر هي فائزة، وبعدها أنا، وهذه بنت البكر ما زالت تأخذ علي،
أنه لما حملت والدتي بي انقطع اللبن طبعا، فإذا ما زلت تلومني على أنني أخذت لبنها. ثم بعد ذلك بنت أخرى وهي أمينة، وهي حرم من السيد المهدي المجرى طبعا رحمه الله. وعندي ازداد عندي أخ ذكر أيضا، احنا كنا أربعة، اسمه العربي، محمد العربي، سماه الوالد على سيد عبد المسيح، كما أنني أنا لما ولدت كان الوالد غير موجود هنا، كان في أبيجانت، لأن كان صديق سي محمد الشرقاوي الآن اللي هو زوج لالة ملكة، كان صديقه وكان ضيفا عنده، فازددت أنا يعني، كانت تكسع القبلة هي اللي تتقابل كانت العيالات ما تخرجوش. المكان فين تولدتوا مازال كاين؟ مازال كاين لحد الآن. واحد الفراش تماما، الفراش يعني فين الفراش اللي زدت فيه مازال قائما لحد الساعة. وإذاك كان والدي يريد أن يسميني بعبد الحق، فالسي محمد الشرقاوي قال له يا ودي بما أنه تزاد في بجعد لابد أنه يحمل اسم ولي بجعد، وهو محمد الشرقي، محمد الشرقي ولي 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 مدينة بجعد. فالأب ديالي جمع بين الحسنين فسمني محمد الشرقي عبد الحق، وهو مازال موجود في الحالة المدنية يعني في الدفتر المدني محمد الشرقي عبد الحق. وحتى الاسم ديالكم عبد الحق عنده واحد الرمزية تاريخية. ايوا، لان اول ملك، اول ملك مؤسس الدولة المدنية اسمه عبد الحق المريني. عبد الحق المريني. استاذ قبيلة، يعني في الدخلة يعني فاش استقبلتينا غير سولتك على المنزل، ويعني صادفت ان احنا وقفنا في واحد المكان عنده رمزية عندكم، فذاك المكان قلتي لي تختمتوا فيه او كنت ما طقوس الختان، فتهضر لي على هذه المرحله وانا عندي واحد الصوره هنا ديالك وانت مختون. جرت العاده عند بعض العائلات انهم انت بغي يختنوا الولد ديالهم، الاب ما تخصوش يكون عنده الخبر، وخصوص العائله ديالنا المرينيه باش ما تتاثرش، لان داك الساعه ما كاين لا بنج ولا حتى شي حاجه، ماشي بحال اليوم تيجي الطبيب تيختنوا، لا، كان العمليه عاديه وتيمشي اللي شير تيبقى نعس 24 ساعة ما تيتحركش. هادشي ما بقاش اليوم، هادشي تيعملوا البلج وتيعملوا العملية بالقاعدة ديالها في داك الساعة تينوض. على كل حال، إذا كانت الوالدة الله يرحمها تدبر مؤامرة مع الدار ديال باباها، جدة ديال حميدو بناني، كانت تسمى حميدو بناني، دبرت مؤامرة كانت تفتش على الفرصة اللي الوالد ما يكونش نعس، ما يبيتش داك الليلة في الدار. جات واحد الفرصة أن الوالد سافر، مشى لبجاد مرة أخرى، قالت هذه هي الفرصة الوحيدة اللي غيمكن لنا الولد كبر، تقريبا باقي دابا أنا عاقل على الختانة ديالي، كاين اللي ما تيعقلش على الختانة ديالي، تخصو يتختن، ما كاينش نطولوا به أكثر. فدبرت المؤامرة وجاو داوني بدار حبيبي، جابوا الحنة، لأن ذاك الساعة كان مختن تيحنيوا له بحال العروسة تيحنيوا له يديه. ذاك الساعه انا كنت اشمئزت من ذاك الشيء، ولانه من تتعمل الحنه تيدور جوج الشراوط على اليدين باش تبقى الحنه، باش تبقى لانها فازت تخرج مزيانه، باش تخرج مزيانه وتلصق الى اخره. ومشيت من بعد نعسوني بعد ذاك الحنه، نعس وانا ما نعرفش شنو تيروج، شنو كاين، شنو السبب ديال هذه الحنه وديال هذا الشيء. لغدا في الصباح جابوا العود، دخلوا العود من حتى لقلب المدينه وركبوني على العود، وقطعوا المسافة ديال العود لأنه هنا قريبة، واحد الشارع اسمه شارع تحت الحمام، بعد منه جابوني على العود وبالقوال، والعيالات تيضربوا في القوالات وداك الشيء، الموسيقى العادية الشعبية اللي كانت في ذاك الوقت، حتى وصلت لهنايا نزلوني من العود. أنت ما عارف شنو كيسالني، ما عارفش شنو تيستناني، ما عارفش علاش عاملين هذا الشيء هذا. دخلت وصلت لهذاك المحل اللي كنا واقفين فيه، تنجبر فاجر غاز قليلوش، تنسميه قليلوش يعني غاز في الارض. غير وصلت هبط لي السروال، قال لي شو ذاك الطوير، انا هزيت عيني هو طرق ما حسيت شي يعني في رمشه عين، ما نعرفش شنو كيجبد ذاك الجلده، وقطعها من اللحمي، دازت الدمايه تسيل طبعا،
دابا عاد عمل البصمه وعمل داك المسائل كلها وجابوني ونعسوني في هذا الفراش هذا اللي علي من ماشي الفراش اللي تخلت فيه نعسوني بقيت 24 ساعه وكانت طبعا تألمت الالم الكبير. اذا من بعد واحد اليومين وثلاث ايام اللي ترجعت المسائل الى مجراها الطبيعي. استاذ هادو ما الاخوان ديالك ياك؟ هذه الصوره امامي العمام هذا الاب ديالك هذا الاب هادو. وثم عمي احمد وعمي عبد الرزاق وكانوا يسكنون معنا في هذه الدار. كانت تبارك الله اسره ممتده الكل يعيش كان في الجد. هنا بغيت نهضر على الجد. نعم هذه الصوره ديالكم مع الجد. مع الجد تقريبا لبس نفس اللباس ديالو غير هو كبير وانتم تهضرنا على هذه العلاقه. انا عارفه انه اثر كثير في شخصيتك و الجد رحمه الله هو مشيد هذه الدار سنة 1900 وكما ذكرنا سابقا 1920 أي منذ 95 سنة. تقلب في عدة وظائف مخزنية حيث كان محتسب لمدينة الرباط وكان أمين لميناء الرباط واشتغل حتى في القصر الملكي كأمين الصيار في يام مولى يوسف. أمين الصيار يعني هو المسؤول عن شراء المواد الغذائية للقصر وغيرها للقصر الملكي حيث وكان في الصويرة كذلك أمين ولهذا يلقب بالأمين محمد المريني باش يفرقوا ما بين الوالد ديالي اللي اسمه حتى هو محمد المريني. فالوالد ديالي نقول له الحاج محمد المريني لأنه كان أدى مناسك الحج والجد لم يؤدي مناسك الحج لم يكتب له أن يؤدي مناسك الحج فتنقل له تقول له الأمين محمد المريني. كان يرعاني كثيرا ويحبني كثيرا وحيث أنه لا بد في كل شهر من شهر رمضان كنا احنا مقيمين في دار أخرى في سلا كان الوليد شرى واحد الرياض مشي بنا الرياض وسكننا تما في سلا مدة 10 سنوات وقلنا تسميونا مريني نربط باش ما نتخلطوش مريني سلا فكان يستدعيني في كل شهر رمضان ان نجي لهنا للدار هنا هو كان يسكن الفوق ونقضي معه يوم وليله رمضان وتنوضني في السحور وتنتسحر واخا انا باقي صغير ما كاينش عليا رمضان كان تيبت فيا الروح الدينيه وتعلمني كيفاش اتمسك بديانتي الاسلاميه وما تنخرج تمشي للجامع وتنصلي وتنرجع وتنعاود نعس ولا غدا تنعاود نلتحق بوالديا في مدينة سلا في كل شهر رمضان. ما زلت أتذكره أنا ما زلت صغيرا يعني ما زلت طفلا. واحد الحادثة أستاذ بغيتكم تعودوها لي. هدية كان هداها لك الجد ديالك في العيد الكبير بمناسبة عيد الأضحى تمام. أعتقد عيد الأضحى اشترى الجد رحمه الله الأكباش بحسب العائلات اللي موجودين هنا فكان ما زلت اتذكر اشترى شي 4 اكباش واحد للوليد واحد لعمي عبد الرزاق واحد لعمي احمد لان كنا نسكنوا في هذا البيت واشترى لي الجد خروفا صغيرا لان كنت ما زلت طفلا ولما جاء وقت الذبح اراد ان يذبحوه فامتنعت وبقيت تنبكي على هذاك الكبش هذاك الخروف الصغير الذي لنا عملت عليه كبده تنجيب له الماكله وتنتهلا فيه وتنعطيه يشرب وتنعطيه العلف وتعطيه كذا فما ما 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 تحملش ابدا انه يدوز سكين على الخروف فخرجت من المطبخ الذي يوجد في هذا الدار خرجت من ذلك المطبخ وانا ابكي ومن ذلك الوقت غريب وانا اكره الدماء لحد الآن واللي ونقول لك واحد القضيه يمكن تيقني يمكن ما تيقنيش عمر السكين ما جا في يدي وعمري ما ذبحت حتى فروج عمري ذبحته في حياتي ففي بالاحرى ان اذبح خروفا بمناسبه عيد الاضحى فلما كبرت وعملت عائله كذا فقت للذبح تنخرج من الدار تماما وخصوصا انه كنت نكون دائما خارجي انه من ما دخلت الوظيفه ديال الشيفات الملكيه كان عيد الاضحى يحتفل به جلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله عليه وكذلك جلاله الملك محمد السادس وانت نكون احنا في دار المخزن ذاك الساعه
لانه تنشركوا في صلاه العيد مع جلاله الملك بصفتي انه كنت عضو في المراسم المغربيه، وبعد ذلك تندوزوا للقصر باش ننظموا الاستقبال ديال المهنئين اللي تيجيو يهنئوا جلاله الملك، بحيث لما ترجعنا للدار تنكون المسائل فضات، ذبحوا الحولي وغسلوا الدماء وذاك الحولي قسموه فدينا وسلينا كانه الحمد لله كانه اشتراه من 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 عند الجزار. نعم اكيد شي حوايج كيوقعوا لنا في الطفوله كياثروا علينا فاش كان يعني في الكبار وكياثروا على شخصيتنا وعلى تركيبنا، فهنا بغيت نسولك استاذ نهضروا على واحد المرحله مهمه واللي هي اثرت فيكم واللي هي المرحله ديال الدراسه. ثم الدراسه يعني في البدايه ما بداتش مهيكله ولا الدراسه منطمة. كانت ديالي مخالفه اما للدراسه الاجيال الصاعده حقيقه. اولا بديت نقرا دخلني الوالد اول ما دخلني المسيت بحال عدد ديال الاطفال داك في الثلاثينات والاربعينات، كان اول حاجه يدخل المسيت خصو يحفظ القران، عاد بعد ذلك تيتجه اما للدراسه تبع الدراسه ولا تيتجه للصناعه تيتعلم شي صنعه من الصناعات اما خياط اما خراز. كنت نمشي للمسيد يعني هو اللي تيسميوه الجامع، وكان الاستاذ ديالي باقي تنذكر هو السي محمد بن عبد الله رحمه الله، كانت عنده علاقة عائلية بالمرينين العائلة المرينية، و واحد النهار ما حفظتش اللوحة ديالي، كنا تنكتبوا القرآن في اللوحة ما حفظتش، فقالوا الوالد خاصك تحملو وتعطيه العصا. هذا الوالد اللي وصاه قالوا لا بدا خاصك تحملو وتعطيه العصا باش الدوبة يتعلم يحفظ اللوحة ديالو ديال القرآن، وفعلا عملوا لي فلقة في رجلي وعطوني. ولكني لما تيبلغ الانسان واحد النص ديال القرآن 30 حزب تيكون حافظها تيعملوا له الحدقة، ما يسمى بالحدقة، يعني تيعملوا حفلة في المسيد وتيجي الوالي تيجيب السفنج وتيجيب العسل وتيجيب الزبدة وداك الشيء وتيفرقها على داك الدراري ديال المسيد وتيعملوا حفلة ديال بمناسبة يعني حفظ النص ديال القرآن. وكذلك لما تحفظ 60 حزب وكذلك تعملوا نفس الحنة تسمى الحدقة. فهذه مازال تنذكر هاد جوج الحفلات، الحفلة الأولى ماشي الحفلة يعني الحدث الأول وهو كليت العصا على جوجي بالفلقة. كانت أول وآخر مرة؟ أول وآخر مرة الحمد لله. وبعد ذلك هاد القضية ديال الحدقة. ثم بعد ذلك نفس حفظ القرآن اللي ما حفظتوش كله في المسيد، هنا في الدار هنا الفوق في واحد البيت كان تيجي عندنا الفقيه بن عبد الله بنفسه تيتابع معايا حفظ القرآن. كنا تنعملوا اللوحة وتنعملوا كل شيء هنا في الدار. ما كملتوش دراستكم الابتدائية يعني في مدرسة؟ لا من من لا في نفس الوقت كان تيجيب الوالد رحمه الله تيجيب أستاذ يعلمني اللغة العربية، ولكني في القرآن ملي يكون الإنسان تيقرأ القرآن وتيحفظ القرآن فتيتعلم اللغة العربية وتتدرب على الحفظ أولا، وثانيا تيسهل عليه أنه يقرأ ياخذ دروس في اللغة العربية نظرا لحفظه للقرآن. فالقرآن كان حقيقة مساعد لإدراك اللغة العربية بحيث بسهولة يتعلم الإنسان، إنما تيقرأ النحو تيقرأ البلاغة تيقرأ هذه باش يمكن له يعرف يقرأ بدون شك. ولكن أستاذ علاش الأب ديالكم كان رافض يدخلك في المرحلة الابتدائية المدرسة العصرية اللي كنعرفوا؟ كان هو نيتو انه غادي يعلمني مبادئ اللغه العربيه نتمكن منها ونكون انا حافظ 60 حزب ويصيفطني للقرويين باش نتخرج عالم، لان الوالد كان بغي يعمل مني عالم من علماء مدينه الرباط، لانه كان معجب بواحد العالم من علماء الرباط هنا تسمى رئيس جماعه العلماء الرباط السي المدني بن الحسني، كان عالم كبير من علماء الرباط وكان متمكن من تفسير القران ومن الحديث ومن الاداب ومن الشعر، كان هو معجب به الوالد رحمه الله كبير الإعجاب وبغى يجعل مني بحاله
نكون عالم من علماء. إذا باش يمكن نكون عالم من علماء في الفقه وفي الدين وفي العلوم الإسلامية خصني نمشي للقرويين. ديك أول جامعة اللي تبنت في المغرب تعرفوها هي جامعة القرويين، وهي الوحيدة اللي كانوا تيتخرجوا منها العلماء، طبعا مع كلية بن يوسف في مدينة مراكش. ولكن بعض الأصدقاء ديال الوالد رحمه الله قالوا لي ودي أحسن أنك تخلي الولاد يطلع على علوم العصرية. ذاك الساعة كانت بدأت العلوم العصرية تدخل الحساب والعلوم الاجتماع يعني والفيزياء والكيمياء، هذه تخصو لأنه في القرية ما كانش تقرا هذا الشيء، يعني كانوا تقرا ولكن كانوا تقراوا علم الفلك. فأحسن الولد يكبر شويش عنده العلوم العصرية، إذا وعمل له شي فقه يقراه العلوم الإسلامية في الدار. واقتنع الوالد، لأنه في الوقت اللي كنت ناخذ دروس بالعربية كنت ناخذ دروس بالفرنسوية. يكون هناك توازن يعني. أي من يكون نفس لان كنت نمشي للمدرسة ديال العين تسميها مدرسة الأعيان في سلا، وتن من بعد الخمسة العشية بعد ما تيخرجوا الدراري تندخل أنا تيقرني واحد الأستاذ المبادئ في اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية تم قريت اللغة الفرنسية مدة 5 سنين وأنا تنقراها في غير ساعة في النهار، وكذلك في علوم اللغة العربية ساعة في النهار. وفجأة التحقتي بالمرحلة الإعدادية، ما كانش شي مشكل مثلا في الاندماج؟ لا إذا لا بدأت خصني ناخذ شهادة ابتدائية تماما يعني. فدخلت لواحد المدرسة حرة في مدينة سلا، ديك الساعة حنا كنا باقيين في سلا. دخلت المدرسة حرة مدينة سلا تسمى مدرسة النهضة، هذه اللي دابا الآن موجودة في مدينة سلا مدرسة النهضة. في الأول كانت في السوق تسمى واحد المحل تسمى السوق في سلا، تما كانت في دار بلدية بحال هكذا والبيوت ردهم أقسام. تما بديت دخلت الشهادة الابتدائية. لا لا مدرسة حرة. يعني خاصة يعني ما تبعاش للدولة؟ لا لا ما تبعاش للدولة، لأنه في القبل في أيام الحماية كان الوطنيين تأسسوا مدارس حرة تقروا فيها المواد العربية أكثر من اللغة الفرنسية باش تزحم المدارس اللي بنوا الفرنسيين. وكانت واحد الفكرة خاطئة في ذاك الوقت، ما تيبغيوش الناس يقريو ولادهم في المدارس اللي تيأسوا الفرنسيين، لان تتكون الفرنسيه اكثر من العربيه، تيخافوا انهم يبداو يعلموهم الدين المسيحي ويصبحوا يكون تعلم الدين المسيحي غادي يترك الدين الاسلامي. فكانوا تيخافوا على ولادهم انهم يوليو مسيحيين، وهذا كان خطا. عمرهم ما كانوا، احنا قرينا في الكوليج مولى يوسف، عمرهم ما كانوا تيقريو لنا الديانه المسيحيه. على كل حال فالوطنيين داك الساعه الاحزاب السياسيه بحزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال اللي كانوا هادو جوج الاحزاب اللي كانوا موجودين في وقت الحمايه بداو تاسسوا مدارس حره وتيدخلوا الدراري باش يقراوا العلوم العربيه وتيقراوا وخصوص دروس في الوطنيه في التربيه الوطنيه، تعطيهم دروس تربيه وطنيه باش يكبروا يعني باش ما يكبروا يدافعوا على بلادهم ويحاولوا ما امكن انهم يقنعوا الفرنسويين بمنحوا للمغرب استقلاله وحريته. هذا هو الهدف يعني التربية الوطنية. فدخلت لهذه المدرسة، هذه اسمها مدرسة النهضة في سلا، قلت لك كنا باقيين في سلا. وكان المدير ديالها هو زيد بوكل القديري رحمه الله اللي كان زعيم حزب الاستقلال في بمدينة سلا، وكان عالم حقيقة وكان مؤرخ كبير، وهو كتب كتاب على تاريخ الحركة الوطنية إلى آخره باش ما نطولوش في هذا الموضوع هذا. ودخل دوز الامتحان، قال له هذا يدخل قسم الشهادة الابتدائية مباشرة. المستوى ديالك كان جيد؟ كان جيد. كنت فين يعني التميز ديالك كان في اللغة العربية ولا في اللغة الفرنسية؟ لا اللغة العربية. طبعا لأنه سنين وأنا تنقرا العربية، سنين وأنا تنحفظ القرآن، إذن تمكنت من اللغة العربية أكثر من اللغة الفرنسية. واللغة الفرنسية ما كنتش تنقرا مع الدراري، كان أستاذ معلم تيقريني. فحتى المجهود ما كانش نفسه. فهمتي ما كانش المزاحمة، ما كاين امتحانات، ما كاين هذه، ما كان حتى شيء، ولكني بفضل هذيك الدروس استطعت لما دخلت للثانوي عاد تحسنت المستوى ديالي في الفرنسية. عندي هنا واحد الصورة أستاذ سمح لي، هنا في المرحلة ديال الكوليج مع الأصدقاء. كنتي كتقرا بوحدك في الابتدائي في المنزل؟ يعني ما دوزتيش المرحلة الابتدائية ومن بعد التحقتي بصف وأصدقاء ومجموعة، فكي كان هذا التحول هذا؟ إيوا كان تحول مهم بالنسبة لي في حياتي، لأن كنت دائما منفرد.
في دراستي تنقرا غير بوحدي والمعلم تيقريني غير انا بوحدي. فلما دخلت المدرسه ودوزت الامتحان ودخلوا لقسم الشهاده الابتدائيه لا في منتصف النهضه باش تعلمت باش خديت الشهاده الابتدائيه في اللغه العربيه. ذاك الساعه كان نكمل نرجع لك في ذاك الساعه الوليد كان باغي يدخل لي المدارس محمد الخامس لانه لما تقرا العربيه تدخل مدارس محمد الخامس هنا في الرباط. مدارس محمد الخامس هي الثانوي ديالها وما تقرا والو العربيه عاوتاني ما تقراوش الفرنسويه. ولكن بما انه كانت عندي الفرنسويه قال الوليد كنا ذاك الساعه رجعنا للرباط سكننا في الرباط قال ارى نقدموا لمدرسه بناء الاعيان اللي موجوده في العلو الان ما بقى موجوده. كانوا تيدخلوا لنا غير بناء العيان يعني بناء شخصيات المدينه العائلات الكبار الى اخره تسميوها بناء الاعيان. فدوزت الامتحان كذلك في اللغه الفرنسيه والعربيه ونجحت ودخلت القسم الشهاده الابتدائيه ديال اللغه الفرنسيه. ومن بعد ما نجحت في الشهاده الابتدائيه عاود دوزنا امتحان ديال الدخول الثانوي ودخلت الكوليج بوليس. في ذاك الساعه الوليد ما بقى له ما ذاك الساعه الفكره ديال القرويين انتهت لانه التحقت بالكوليج بن يوسف اللي هو كان تيقرا فيه الوليد بنفسه حتى هو قرا فيه. ففي الحقيقه كان تغير في حياتي كثير لانه تما تعرفت على تعلمت مسائل كثيره تعلمت النهضر تعلمت النقش تعلمت الشجر تعلمت نعملوا المزاحمات تعلمت هذاك ما يخصوش يسبقني هذاك ما يخصوش يكون اكثر مني حفظا او علما او ثقافه بحيث وقع واحد النوع من يعني الانسان ذاك الساعه تيشعر بنفسه على انه موجود تيخصو يفرض الوجود ديالو امام الاصدقاء ديالو فحيث هذيك مرحله اخرى نتحقق الانسان ومن ثم بدات المسيره. استاذ عبد الحق المريني فانا قبل ما نكملوا المسار المهني ديالكم اللي كان حافل ويعني مهم وفيه بزاف ما يتقال ما كرهتش بما اننا نستغل الفرصه نحن متواجدين في دار المريني بغيتكم استاذ تعاود لي وترجعني انا والناس اللي كيتفرجوا فينا لواحد الحقبه زمنيه اللي هذه الدار كانت كلها حياه ربما لو رجعنا فأكيد كاين بزاف القصص ما تتعاود فما كرهتكش يعني باختصار تعاود لي على حياه هذه الدار او تفاصيل او بعض التفاصيل المهمه اللي كانت في هذا المنزل. وبحال اللي قلتي قبيله على انه لو كان الحيوط يهضروا كن قصوا علينا عده قصص وعرفت عده احداث هذه الدار. الحدث التي ما زلت اتذكره هو فريد من نوعه في الذي مر في هذه الدار هو ان الجد كعاده العائلات كان عندهم الاماء. الاماء هما البنات تيجيو تيدخلوا الدار تيخدموا تيكبروا وتيوليو هما اللي مقابلين لان الدار كبيره. كان مضطر باش يجيب هذوك البنات باش تيكبروا هنا تيكبروا بحال كانهم اعضاء من 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 العائله. هاد البنات هاد الخدام كون منهم جوق ديال الطرب الاندلسي وكان اول جوق نسائي نسوي للطرب الاندلسي بمدينه الرباط. كان شيء غريب من نوعه. كان جاب المعلمين اللي علمهم اولا العزف على الكمان وعلى العود وعلى الدربوكه وعلى الطر هذو هما الالات اللي كانت انا ما زلت اتذكر. شحال كانت العدد ديالهم؟ كان شي خمسه او سته هكذا ما تذكرش العدد بالضبط. خمسه او سته ديال الخدم اللي وحده تضرب على الكمان وحده تضرب على العود وحده تضرب على الطر وحده تضرب على البنديل الى اخره. يعني وهذا الجوق واش كان يعني فقط لا عائلي لا لا عائلي فقط لا عائلي كان ما تيساليو شغلهم تتسلى الغداء وتيغسلوا الماعن وتيفضيو وتيجيو تيجلسوا في شي ركن من اركان هذه الدار وتيتجمعوا وتيغنيو واحد الميزان من الميزان ديال الطرب الاندلسي. فكان اول جوق يعني نسوي للطرب الاندلسي بمدينه الرباط وكانت غريبه كانت هذه القضيه غريبه من نوعها. مجموعة المسائل أيضا أن هذه الدار لما جاء الاستقلال في أوائل الاستقلال بدأت بعض الوفود تجي باش تهني جلالة الملك محمد الخامس رحمة الله عليه والحكومة المغربية الأولى ذاك الساعة اللي كانت تترأسها السي مبارك البكاي تهنيو
المغرب على حصوله على استقلاله. وكان ذاك الساعة حزب استقلال هو اللي كان يتكلف ب المراسيم يعني لا هو تكلف باستقبالهم وكذا وكذا، وباش يحتفل بهم هذوك الناس كان يجيبهم لهذا الدار هنا. وكنت انا القي كلمه لارحب بهم، فمن هنا كانت الانطلاقه ديالي ديال بعض الخطاب. لان اول خطبه بعد اول باش نرجعوا شويه للوراء، كانت اول خطبه خطبتها في حياتي كانت بمناسبه عيد العرش 18 نوفمبر ديال محمد الخامس، لما كنت تلميذا بمدرسه النهضه بمدينه سلا، وجاء عيد العرش 18 نوفمبر. هذا الشيء كان عام اعتقد 48 باش كنت تما 1948. ولقيت اول خطاب اللي طبعا انا كتبته الوالد ديالي ساعدني فيه ولقيته، فكان اول خطاب لقيته بمناسبه حلول الاحتفال بعيد العرش المجيد في مدرسه النهضه بمدينه سلا. ومع ذلك جاءوا هذا الخطاب ديال الترحيب لتلك الوفود التي على كل حال كان مكان استقبال الوفود اللي كانت تجي تهني المغرب بالحصول على استقلاله. بحيث هادو جوج الاحداث، وكاين احداث اخرى ان شاء الله كثيره. العلاقات الانسانيه في هذا المنزل هذا وعلاقه كانت يعني كان بيت فيه مجموعه من الابناء، كل ابن عنده زوجه عنده اطفال. طبعا هذه العلاقه يعني الانسانيه في اسره ممتده عندها بزاف ديال الافراد، وكانت علاقة عادية يعني ما بين جميع أفراد العائلة مع أبناء العم. كنا نلعبوا جميع، وكنا نجتمعوا في المناسبات الأعياد الدينية أو الأعياد الوطنية نجتمعوا جميع، وتتكون مائدة واحدة، بحيث كانت يعني أسرة واحدة. ولكن لما توفى الجد رحمة الله عليه وبداوا الدراري تكبروا، إذا بدا واحد النوع من الاستقلالية، كل واحد عاوتاني يستقل بنفسه وبأسرته. أستاذ أنا عندي صورة الأب. نعم. الأب ديالكم، تهضرنا على شخصية الأب، هضرنا قبيل على شخصية الجد، نهضروا على شخصية الأب. والأب رحمه الله هو في الحقيقة في حياته كلها ما توظفش، لم يكن له وظيف، إلا في الأول ديالو كان عنده وظيف بموارت. بموارت يعني كان هذا المنصب هذا الآن دابا وزارة العدل، يعني المحاكم هي تتكلف به، بمعنى أنه الإنسان لما تيموت ما تيخليش الوارث، ما كاينش اللي غادي يورثو، الدولة هي اللي تتورثو. كان هو اللي تيتكلف باش يعمل جميع الإجراءات الإدارية باش الدولة يمكن لا تحرز على ذاك الإرث. تسميه بومورث، يعني هو الذي يورث الدولة. هذا المنصب الوحيد اللي كان عنده. من بعد ذلك خلى المنصب وبدا يشتغل بالأعمال، كان رجل أعمال، وبقى هكذاك طول حياته رجل أعمال إلى أن توفى الله. عمره ما بغى يدخل الوظيفة أو يتوظف. وكان رجل متدين كثير، وكان عضو في الطريقه التجانيه، كان تجاني. تتعرف بان التجانيين كانوا تيقرؤون الوظيفه ديالهم بعد صلاه المغرب، يعني بدا العشاءين، اما في الزاويه التجانيه واما في سيد العبيد بن السايح. للناس العبيد بن السايح كان تجاني، الولي اللي في الرباط سيد العبيد بن السايح، وكان دائما في غالب الاحيان كان تيديني مع هذه الوظيفه. انا طبعا ما تنشاركش في الوظيفه، تنقص في التسع وتنتبع، بحيث انا كنت حافظ الوظيفه ديال التجانيين، الورد التجاني، بحيث كان تيديني كثير اللي ما كانش عندي اشغال يعني ديال الدراسه ولا ديال الحفظ ولا النصر، تيديني نحضر في هاد الحلقات الدينيه ديال الزاويه التجانيه او سيد العبي بن السايح. ولما كان تيمشي يزور فاس الشيخ الطريقه التجانيه سيد احمد التجاني كان تيديني معاه، بحيث كان تيبت فيا الروح يعني الديانه الاسلاميه، وروح يعني كان هو اللي يبني تربيه اسلاميه صحيحه. بالاضافه الى هذا، وكان تيجيب بعض الكتب في تاريخ المغرب وتيحل الكتاب غير هكذا تيقول لي اقرا،
بحيث كان يبت فيها روح الاطلاع على تاريخ، هو كان مولوع بتاريخ المغرب، وكانت يبت فيها هذا الروح، ومن ثم جات الفكره ديال انني نعتني بتاريخ المغرب. بديت نحل عيني وتنشوف ان تاريخ بلادي كيفاش كان، بحيث الفضل تيرجع الوالد رحمه الله، بحيث لما تنرجع من الكوليج وتنرجع وتنسالي الاشغال ديالي، تنقوم بالواجبات ديالي اللي تخصني نقوم بها ديال لي زيكزيرسيس التمارين والى اخره، المسائل او نحفظ الواجبات المدرسيه اللي تنفتش عليها، لما تنقوم بها تعيط لي تقول لي جلس هكا هذا الكتاب هذا جلس قراه مثلا، حول دائما حول التاريخ. كان احتضان على المستوى التربوي والثقافي. لان الشغل ديالي هو كان هو القراءه. تماما. كانت عنده خزانه كبيره، وهذيك الخزانه لما توفى الله هديناها للمكتبه. انا عارفه ان ذاك الخزانه كان فيها كتب شي قيمه. تهدات المكتبه الوطنيه. بالاضافه كما نفس الشيء عملته انا. مشيتي على الخطى ديال الوالد الله يرحمه. مشيت على الخطى ديال الوالد، انا هديتها في حياتي. لانه تتعرف ولاد اليوم عندهم توجهات اخرى اقتصاديه وماليه. فهاد المسائل هذه ما تيعتنيوش بها بزاف، وخفت على ذاك الارث. فقمت باهدائه الى المكتبه الوطنيه، هذه سنتين اعتقد او ثلاثه. اللي دفعني كذلك باش نهتم بتاريخ بلادي هو انه نهتم بماده التاريخ على العموم، هو انه لما كنت في قسم الشهاده الابتدائيه كان قبل ما تمشي تدوز الشهاده تيعملوا نفس الامتحان اللي غادي تدوز بهم الشهاده، تجريبي، تيتسمى امتحان تجريبي، تديرو كانك تدوز الشهاده الابتدائيه. وكنت اللي كان عمل لي الامتحان في التاريخ هو سي بوكل القاضي اللي تكلمت عليه، كان زعيم حزب استقلابي مدينه سلا، هو اللي كان عمل لي الامتحان الشفوي وكان عطاني 9/10. ومن ثم هذيك النقطه ربما عطاتك واحد ربما هي اللي عاوتاني حفزتني باش نجيت نهتم بهذ ماده تاريخ المغرب، ومن ثم اعتقد كانت هي للانطلاق. واخا استاذ نهضروا على المسار المهني من بعد البكالوريا، اختياراتكم المهنيه. البكالوريا كانت في 56 سنه الاستقلال. لان دخلت انا دخلت الكوليج سنه 1950، كوليج يوسف، اذا ست سنين ديال الكوليج والثانوي. ومن بعد ما دوزنا 3 سنين في الكوليج عملنا البروفي. فخديت البروفي ديال الكوليج مولاي يوسف، ونظرا لانه لما بت الوالد في ذاك الروح ديال البحث وديال الثقافه، ما بقيتش نديها كطفل. عمري ما لعبت في الزنقه، عمري ما لعبت الكره، عمري ما كان عندي اصدقاء، الدراري اصدقاء، بحيث بقيت نعقل في طفولتي لما تنعيا وتنقنط تنخرج للباب وتنجلس نشوف الدايز والراجع، ما باش نهضر مع شي واحد ولا نلعب الكره ولا نمشي لابلاج، هادشي كلشي ما كاينش. يعني حياه كانت بحال في واحد الحك. فالتربيه ديال الوالد هي اللي جعلتني انني نكون منعزل، وقع واحد النوع من الانعزال عن 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 المجتمع. فلما دخلت بحال اللي قلتي لي، فلما دخلت المدرسه الابتدائيه، لا القسم الابتدائيه، وثم دخلت الكوليج ما تبدلت، وثم تغيرت، تنشوف الناس، تنشوف انواع البشر، وتنشوف هذا مزيان وهذا خايب وهذا مؤدب وهذا ماشي مؤدب الى اخره، وتنهضروا وتنتكلموا وتنتناقشوا. في ذاك الساعه كان الاستعمار، تنتناقشوا في قضيه يعني الفرنساويين اللي كانوا محتلين المغرب واحتلال المغرب، ومنتاش غنستقلوا ومنتاش كذا ومنتاش كذا. اسمح لي واحد السؤال مهم جدا غنسولو لك، هذيك الفتره اللي كنتم كشباب، نعم، يعني ما كرهتكش تقربنا منها استاذ؟ يعني حواراتكم، الجدل ديالكم. في حاله في الصراحه كنا تنتكلموا غير في السياسه، تنتكلموا على الاحداث. انتم تلاميذ يعني في الثانوي، هو الموضوع الشغل الشاغل. الشغل الشاغل عندنا هو الاحتلال الفرنسي للمغرب،
وإن كان هما الأساتذة كلهم الفرنساويين كانوا معنا طيبين، هذا الحق، يعني تأديوا المهمة ديالهم، ما تيحموش حول الاستعمار ولا حول ما يجري في المغرب ذلك، يعني أفكار ولا إيديولوجيا معينة ولا لا أبدا، ما تيدخلوش معنا في السياسة أبدا، بحيث كانوا تيقرر المادة ديالو تيخرج. ولكن احنا في وقت الاستراحه كنا تنهضروا على الحاله ديال المغرب وعلى النفي ديال سيدنا رحمه الله في سنه 53 وكانوا بعض الشخصيات من الاحزاب السياسيه كانوا تيجيو في وقت الاستراحه وتيدخلوا. ديك الساعه كان الدخول حر ماشي بحال اليوم، اللي بغى يدخل الحر ديك الساعه كان تيدخل الفوز مع التلاميذ في وقت الاستراحه وتيعطينا بعض الافكار وتيعطينا بعض التوجهات بحال التأطير بحال اللي تيوجدونا فهمتي، كان له دور كبير. نخبه ربما نخبه اي طبعا كنتوا نخبه يعني فكيوجدوكم باش تهزوا المشعل باش نهزوا المشعل اللي بغى يدخل الحر ديك الساعه كان تيدخل الفوز مع التلاميذ في وقت الاستراحه وتيعطينا بعض الافكار وتيعطينا بعض التوجهات بحال التأطير بحال اللي تيوجدونا فهمتي، كان له دور كبير. نخبه ربما نخبه اي طبعا كنتوا نخبه يعني فكيوجدوكم باش تهزوا المشعل باش نهزوا المشعل. ما بعد البكالوريا اختياراتكم، انا عارفه انكم اشتغلتوا بالتدريس لا في البدايه نحكي لكم قصه. في البدايه لما خديت الباك دخلت المدرسه الاداريه عملت عامين، ولكني الاتجاه ديالي ما كانش هو الاداره، فعملت الكتابي وسقطت في الشفاهي، وتما قلت اذا انا ما صلحش الاداره. تخلقيت دخلت لذاك الساعه كانت المدرسه لاسيتيود دي هوت زيتود ماروكان، مدرسه الدراسات العليا المغربيه، اللي هو كان اساس كليه الادب، هو اللي رجع كليه الادب من مجلس الاستقلال 56، اول جامعه اساسيه هي جامعه محمد القميص، واول كليه الادب هي كليه الادب بالرباط اللي موجوده الان في اوكدان ماشي اللي في السويسي، وان كان الان راه تشرك يعني من متابعين نفس تما هذا الاستاذ أغاب كانوا تيقريونا الادب المغربي وتيقريونا تاريخ المغرب وتيقريونا الترجمه التام الفيرسيون، يعني التام من الفرنسيه العربيه والعكس الفيرسيون هي من العربيه الفرنسيه، وكانوا بين قوسين كانت تتعلم حتى الامازيغيه، ولكن كانت يعلموها كان المغاربه اللي تقراوا الامازيغيه، وكانوا خصوصا الفرنساويين، كانوا الفرنساويين ديك الساعه كانوا باقيين في المغرب وكانوا تيتعلموا هذا الشيء قبل هذا الشيء تنقول قبل الاستقلال طبعا، كانوا الفرنساويين في المغرب وكانوا تيتعلموا الامازيغيه ولكن بحروف لاتينيه ماشي بالحروف الامازيغيه ماشي بالحروف التفنا الان اللي موجوده وفي سوس هذا بين قوسين في سوس كانوا تيقراوا الامازيغيه بحروف العلماء ديال سوس كانوا تيألفوا تآلف في العلوم الدينيه والاسلاميه والادبيه والتاريخيه بالامازيغيه ولكن بحروف عربيه دابا بسوس كاين مخطوطات كثيره في الخزانات ديالهم كلها امازيغيه بالحروف العربيه، والفرنساويين كانوا تيعلموا الامازيغيه الفرنساويين وغير الفرنساويين بحروف لاتينية. بحروف لاتينيه، وهذا الشيء اللي كنت نسال لما دخلت لما نساليو بعد الانستيتيو ثم الدراسه دامت واحد العام، يعني انا كنت دوزت البروفي انا سابقا لما دوزت البروفي في الكوليج مولاي يوسف دوزت البروفي ديال لانستيتيو دي هوت زيتيود ماروكان ودوزت البروفي ديال مدرسه محمد الخامس، يعني انا كنت في مستوى واحد من الناحيه العربيه والفرنسيه كنت في نفس المستوى بحيث كنت ننجح بسهوله، فخديت 3 بروفي عام 3 هذاك الشيء كان الشغل الشاغل اصلا ما عندي ما تمشي للسينما ما تلعب كره ما كنت متخصص في الدراسه وهذيك النتيجه ديال الضغط ديال الوالد اللي كان ضغط عليا انه فعلا واحد الحب وسد عليا تماما يعني، ولكني هذاك الشيء كان نفعني بزاف تماما في الدراسه ديالي نفعني بزاف نفعني هذاك الضغط وذاك الالتزام اللي كنت يجعلني نتازو ما نخالطش، يعني كنت تيخاف عين نخالط
الدراري ديال الحومه باش ما نتعلمش شي مسائل اللي هي اللي هي خايبه. فكان كيحميك داير واحد الحمايه. كان حمايه كبيره. هذاك الشيء نفعني كثير في الدراسه ديالي، ولكني ربما كان من ناحيه الاجتماعيه كان شويه صعيبه عليا لما دخلت الكوليج. لقيتي مشاكل في مشاكل بواحد واحد المده طويله باش يمكن لي ننسجم مع الدراري مع الزملاء ديالي في الدراسه. المهم خديت هذا الدبلوم ديال الدبلوم. بون لما مشيت لوزاره التربيه الوطنيه باش خصني ندخل نشتغل، لان ذاك الساعه تخصني نشتغل ما نبقاش جالسي. قلت انا نعمل استاذ. ذاك الساعه انا في الوقت اللي سموه انا تزوجت كبير، من 58 تزوجت. تزوجتي كبير؟ صغير. تمام من عيط جاتني 58. لا تزوجت صغير في سنه 1958 تزوجت. واسمح لي هنا غادي نسولك واحد السؤال شويه فضولي. نعم. فالزواج ديالك، حنا الاب هنا دائما كان واش حتى الزواج ديالك كان الاب له دخل فيه او لا. هو اللي او هو كان اختيار ديالكم؟ لا على كل حال الزواج ديالي هو سبب اللقاء ديالي مع الزوجه في هذا الانستيتيو هذا. حيث لم تكن لي تجربه في الموضوع، لم يكن عندي اختلاط لا بالرجال ولا بالنساء. فلما وقع الاتصال، يعني اول اتصال تكلل به. اذا لما كان اول اتصال يعني في الدراسه وداك الشيء، ونخرجوا للصراحه تنهضروا تنتكلموا، وقع واحد النوع من الانسجام. وبما انه عمري ما كان عندي اي علاقه مع شي حد لا ذكر ولا انثى، فوقع تلك الارتباط بصفه رسميه بصفه يعني. رسميه بصفه نهائيه. وحقيقه طبعا الاسره كانت ضد ذلك. ما كانتش موافقه طبعا. السؤال الاكيد اللي غادي نطرحه هو واش هذا الزواج كان قرار شخصي باراده كامله، ام انه حتى الاسره تدخلت يعني في هذا القرار؟ لا هو قرار شخصي. وان كانت الاسره ربما تحفظت. رفضت يعني في البدايه؟ تحفظ نعم. رفضت في البدايه الاسره؟ تحفظت عليه في الاول، واتخذت قراري. وقع يعني نوع من الانسجام التام ما بين بيني وبين الزوجة، والأسرتها وافقت يعني بسهولة، طبقت يعني نفذت القرار الذي اتخذته، وكان نوعا من الاستقلال عن الأسرة، وكانت مرحلة صعبة. يمكن كانت هذه بداية الاستقلال على الكنف في الأسرة واحتضانها. هذه أول مرة كان نوع من الاستقلال عن الأسرة، وبدأت أتخذ يعني قراراتي لنفسي وأتصرف في حياتي كما أريد، ولكن كانت فترة صعبة. بغيت الإيربيس. شنو هذا السؤال ديالك؟ صافي. لا فينك.